وكابتن محسن بيقول بعد الدقيقه 60 انهار البنك الاهلي، كان النادي الاهلي ليه الافضليه ان هو ممكن يسجل، لكن حلول النادي الاهلي برضو ما كانتش بالشكل المطلوب. الجبهه اليمين بعد التغيير في الدقيقه 70 شفنا خروج خالد عبد الفتاح وبرستاو، نزل عمر كمال ودام رضا سليم، حسنا في جبهه، في ريحه خطوره في الجبهه دي. مظبوط. هو طبعا يعني كان عمليه التنظيم بقى شكلنا افضل في الجبهه اليمين، يعني دي ركله الجزاء طبعا اللي كانت يعني، لا دي الهدف اللي اتلغى، الهدف اللي اتلغى معانا كابتن ناصر برضه هنشوف تعليقه على النقطه دي. وهل اللعبه بعد خروجها وراحت للناحيه اليمين بقت لعبه ثانيه فتستحق هدف؟ هنعرف في التحليل التحكيم مع كابتن ناصر، لكن الاهلي كان ليه ضرب ركله جزاء صحيحه ده في الشوط الاولاني، الشوط الاولاني. لكن خلينا نتكلم على يمكن التغيير من ناحيه اليمين. عمر عمل شكل افضل شويه من خالد على المستوى الهجومي، لان عمر هجوميا افضل من خالد، كمان رضا سليم ادى بشكل باخر، عمل خطوره شويه افضل من بيرسي تاون الحقيقه اللي ما كانش ليه انتاج في المباراه بشكل كبير يعني. فانا زي ما بقول لك، هو البنك الاهلي بعد الدقيقه 65 بدنيا انواع وبدا النادي الاهلي بيسيطر، ولكن مش السيطره اللي تخلق فرص حقيقيه، او مش السيطره المنظمه. انت ممكن تسيطر على المباراه بعشوائيه، انت مسيطر الكره بتجي لك تاني فبتجيبها ناحيه اليمين، من اليمين توديها الشمال، فدي يعتبر سيطره. ولكن في سيطره تحس بيها ان بعد انك بتعمل كنترول على الجيم، وفي نفس الوقت بتخلق فرص، وفي نفس الوقت بتحاول بقدر الامكان انك تتواجد داخل منطقه الجزاء بشكل كبير جدا، كلها ما كانتش موجوده، سواء على مستوى الكروسات. يعني ما شفناش مثلا جمله اتعملت ان في كروس بيتعمل فبتروح كهرباء بترجع لواحد بره ال 18 بيسدد، يعني حتى التنظيم داخل الملعب، التنظيم بالنسبه لكل لعيب مكانه فين، يعني الانتشار ما كانش موجود بشكل كويس. فكل ده يديك في النتيجه انك مسيطر من الدقيقه 65 لنهايه المباراه، عامل ضغط، كلمه ما بين قوسين ضغط على الفريق الخصم، انك فريق الخصم بيلعب في نص ملعبه، ويحسب الحقيقه لكابتن طارق مصطفى انه لعب بشكل كويس بالشكل اللي يكسبه، طلع بالمطلوب اللي هو عايزه، يعني لعب تحت الكوره، كل الفرقه تحت الكوره، بيضيق المسافات بشكل كبير جدا، حتى لو على المستوى البدني وقع شويه، ولكن بيلعب بخطوط متقاربه، ما عندوش مشكله بالقصه دي. مشكله النادي الاهلي الحقيقه كانت في ان احنا مش عارفين نخلق فرص، دي نمره واحد. نمره اتنين، نص الملعب ما كانش فيه تنظيم واضح. ثلاثة، اللي كنا بنتكلم والكابتن محسن اتكلم على قفشه، ما كانش عندنا الحته ديت، عمليه ضبط الريتم، يعني النادي الاهلي بيلعب بريتم سريع ولا بطيء؟ طب نسرع الريتم ولا نقلل الريتم؟ ما تحسش ان في ريتم للمباراه عشان تقدر تقول نزوده او نبطئه شويه، فالريتم مره سريع ومره بطيء، ومره اتخاذ القرارات كمان يا كابتن اسامه في المباراه دي كان بطيء جدا، عندك ديلي في اتخاذ القرار، يعني عشان تعمل باص بتسند وتلعب باص بتاخد وقت شويه، عمليه التسديد حتى في الشوط الاولاني كان في بعض اللقطات انك قرار التسديد بيبقى متاخر، حتى على المستوى المدافعين قرار الالتحام كان متاخر، فكل دي الديلي في القرار ده حاجه من الاثنين، يا يعني انت مش مركز قوي في المباراه، يا اما عندك نقص في اللياقه البدنيه، ما وصلتش للياقه البدنيه العاليه جدا، ودي نقطه صعبه. انت خلاص دلوقتي بتعتبر دخلت في فورمه المباريات، انت عمليه التركيز لازم تكون مركز 100%، لان المباريات زي ما اتكلمنا مباريات الدوري دلوقتي، طب الدوري الثاني هنعوض، مفيش الكلام دوت، كل نقطة ليها حسابها، بتخسرها ليها تمنها، ليها تمنها دلوقتي. فالحقيقة مباراة يعني أقل من المتوسط لإجمالي أداء النادي الأهلي، وزي ما بقول لك مهم جدا جدا إن يكون في وقفة المباريات القادمة على مستوى أفريقيا، على مستوى الإنتر كونتيننتال، هتكون مباراة انسى بقى الريتم ده خالص، يعني انت تنسى هتلاقي شراسه في الهجوم، وهتلاقي موال تاني خالص لو انت مش واقف على رجلك ومركز في الماتشات اللي جايه. لا الشكل مش هيبقى كويس يعني.